بعد الفوز العظيم ده لازم نتوجه به خالص التهاني للكابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق رجال سله النادي الاهلي اللي منورنا على التليفون. كابتن احمد صباح الفل ومليون مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ كريم، ربنا يخليك كده، ومبروك لكل الاهلاويه وصباح الخير عليهم جميعا، ويا رب كده يكونوا ناموا وصحيوا ومبسوطين. ده بيحصل بقاله يعني فتره ومش قليله الحقيقه، ودايما انتوا باسطنا ودايما ساعدنا ودايما على قد المسؤوليه الحقيقه، ومشرفين بالمعنى الحرفي للكلمه. انا عايز ابتدي مع حضرتك، طبعا اكيد الانتصارات العظيمه دي ما بتجيش من فراغ، بس انا هبتدي معاك من اللقاء النهائي بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. ودايما اللقاءات اللي بتجمع ما بين الفريقين دول بتبقى لقاءات قويه جدا وفيها تنافسيه وفيها نديه. حضرتك طبعا سيد العارفين، يعني الاتحاد السكندري هو معشوق السكندريين في كره السله، ودايما ماتشاتنا معاهم قوية. كيف رأيت هذه المباراة والمشوار عموما اللي وصلنا للنتيجة المرضية المشرفة دي؟ الحقيقة والله يا أستاذ كريم الماتشات دي كان منتهى الصعوبة، زي ما حضرتك قلت نادي الاتحاد السكندري السكواد بتاعه متكامل، زاد على كده إنه السنة دي دعم باتنين لعيبة على أعلى مستوى، سواء يوسف شحاتة من نادي سبورتنج أو أنس أسامة من نادي الزمالك، وجهاز فني مدرب منتخب ألمانيا السابق، وده كل الدعم بياخدوه من الحاج محمد مصطفى رئيس النادي. فريق متكامل، فانت بتلعب اقوى فيرجن للاتحاد تقريبا في اخر 20 سنه. غير ان اسكندريه طبعا اهم حاجه عندها الباسكت، فريق محترم جدا، فالصعوبه كان ان احنا خارجين من افريقيا لاعبين تقريبا حوالي 5 ماتشات في 9 ايام. طبعا كان مجهود عالي جدا، طبعا هنسافر كمان يومين رواندا عشان نلعب الدور الثمانيه ودور الاربعه والنهائي باذن الله في نهايه افريقيا، فانت بتتكلم على حوالي 14 15 ماتش في سيمي فاينل وفاينل الكاس في حوالي 24 يوم، فده حاجه فوق طاقه البشر طبعا. طبعا اكيد العامل البدني ده طبعا فارق جدا، كنا بنتمنى ان احنا امبارح نخلص، وكنا بنتمنى نخلص من قبلها طبعا، بس طبعا صعبه، ما صعب ان حد الاهلي او الاتحاد يكسب الثاني 3-0. هي 3-1 دي برضه نتيجه كبيره جدا، يعني احنا طبيعي لو حضرتك اكيد طبعا كنت متابع السنه اللي فاتت، خلصت 3-2 في اخر صفاره الحكم. مظبوط. ماتشات الاهلي والاتحاد فيهم لعيبه دوليين كتير، الفرقتين جاهزين فنيين كويسين، دعم من الادارتين، دعم جماهيري، فماتشات بتبقى فيها ضغط عصبي كبير. الحمد لله احنا كنا مركزين ودارسين الاتحاد كويس وعارفين نقاط قوته ونقاط ضعفه، وربنا كرمنا على قد ما اشتغلنا وتعبنا الحمد لله. كابتن احمد صباح النصر والف مبروك علينا جميعا، وطبعا هاخد من كلام كريم وكلام حضرتك وهتكلم ان احنا كان عندنا طبعا اكتر من بطوله تحديدا هذا الموسم، لكن عايزين نروح معاك للكواليس، كواليس برضو البطولات دي، وايه اصعب بطوله من وجهه نظرك واجهها برضو الفريق عندنا هذا الموسم؟ الحقيقه الاول طبعا بصبح لحضرتك، معلش اسف. لا لا ابدا لا. الله يوصي الباسكت، يعني هو ميزته وعيبه طبعا ان هو المنافسه فيه كبيره، فكل البطولات يعني ما فيش بطوله بتيجي في الباسكت سهله. يعني ما لان دايما في اهلي وجزيره واتحاد وزمالك، كل الفرق دي تقدر تاخد بطوله. شفنا نهائي الكاس بيننا وبين نادي الزمالك خلص في اخر 30 ثانيه، فما فيش بطوله السنه دي سهله. بس طبعا المشوار الاكبر بيبقى بطوله الدوري السوبر اللي بتاهلنا لافريقيا، لان احنا بنلعب بيست اوف 5 في النهائي مع الاتحاد، وقبليها في دور الاربعه بنلعب بيست اوف 5 مع الزمالك، وقبليها بنلعب بيست اوف 5 في دور الثمانيه، ده غير ان احنا بنلعب الثمانيه رايح جاي، 8 فرق رايح جاي حوالي 14 ماتش، فمشوار طويل جدا. يعني عايز الفرقه اللي تكسب بطوله الدوري لازم تكون فرقه عندها بنش زي ما عندها لعيبه اساسيه، لازم يكون في تضحيه، لازم يكون في صبر وجلد كده ومجهود متواصل. فالبطوله ما بتجيش بالسهل، ممكن نكسب كاس، ممكن كاس يعني تقريبا تخطفي ماتش او ماتشين بتاخدي بطوله، لكن بطوله السوبر طبعا بتبقى هي الاقيم وهي اللي بتوصلك للبال. يعني احنا ان شاء الله هنبقى متواجدين في البال 4، يعني احنا هنلعب السنه دي نهايه البال 3، السنه الجايه هنبقى موجودين في البال 4، ودي حاجه تاريخ بالنسبه للنادي الاهلي طبعا. طب وفرصنا فرصنا ايه في التتويج ان شاء الله باللقب؟ لو ان شاء الله احنا مسافرين باذن الله، واحنا كلنا ايمان ان احنا نقدر نرجع بالبطوله باذن الله ونفرح بيها الجمهور، ولازم يعني ان شاء الله احنا هنعمل اقصى ما في وسعنا ان احنا نرجع بالكاس، واحنا منافس قوي جدا على البطوله ان شاء الله. طبعا ان
شاء الله، كل التوفيق ليكوا كابتن احمد الجرحي يعني المدرب العام لرجال سله الاهلي. شكرا ليك جدا، وتاني هنرجع نقول مبروك علينا جميعا، ومش بس في سله الرجال، في كل رياضات الصالات، ودايما في تالق. لان خليني نرجع تاني كريم ونقول يمكن في بعض المواسم عدت على رياضات مختلفه من رياضات الصالات في النادي الاهلي لم نكن الافضل فيها، لكن انت بترجع دلوقتي تتكلم ان انت مش بس الافضل، لا انت الافضل، وبتاخد بطولات تقريبا بكل اسبوع يعني او بتحصل على، او انت المسيطر على كل البطولات. فيعني هو انت مش بتاخدي بطولات، انت بتاخدي كل البطولات يعني تقريبا حط يعني. كلمه كل معاهم دي كل دي حقيقه. فتاني هرجع اقول ان دل على شيء، فبيدل على منظومه كامله ناجحه وبتشتغل بشغل يعني في نوع كبير من الاحترافيه، فتحيه كبيره حقيقه. واخده بالك ان نفس الضغط وتلاحم المباريات والبطولات اللي بنتكلم عليه مع فريق الاول لكره القدم متكرر هنا في حاله الباسكت، وكانه قدر لعيبه النادي الاهلي في اي رياضه ان هم يعني بحكم ان هم لعيبه في النادي الاهلي فهم موجودين وبينافسوا بقوه، وغالبا ما بيحصلوا على كل البطولات اللي هم بيشاركوا فيهم. ده في حد ذاته عبء فظيع يعني مش اي حد يقدر يتحمله، بس في المقابل ما هو عشان كده مش اي حد بيبقى لابس تيشيرت النادي الاهلي. فبنتمنى لهم اكيد المزيد من النجاحات الفتره الجايه ان شاء الله.